توقف؟ إلى هنا سيداتي وسادتي، ينتهي هذا العزف المنفرد على العود، قدمه لكم الفنان هشام. غير معقول، هذا عزفك؟ نعم، سجلته أمس في بيتي. حسبت أنه من الإذاعة. هشام فنان عظيم، يعزف على أكثر الآلات. لكن يا ملزون، أنا إنسان بسيط، أهوى الموسيقى لا أكثر. هل جربت التلحين؟ تجربتي في التلحين محدودة، جربته أكثر من مرة. اسمع، عندي كلمات لأغنية الأطفال في الروضة، ليتك تلحنها. وأنا أغنيها. فكرة يا ملسون، صوتك حلو، تغنيها مع الأطفال. أسمعينا يا فاطمة. دقت ساعتنا. دين دين دين. لا تقاطعها يا ملسون. بالعكس، صارت أحلى، سأضيفها هنا. دين دين دين. أسمعينا من الأول. دقت ساعتنا. دين دين دين. هيا نتغنى. دين دين دين. قطتنا معنا. دين دين دين. ترقص تتثنى. دين دين دين. يا سلام يا سلام يا فاطمة، الكلام ملحن نفسه، ملحن لا يحتاج إلى تلحين. لولا دين 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 ما صارت الأغنية حلوة. طبعا يا ملسون، أنت فنان أيضا. ما رأيكم أن نسجلها في الإذاعة؟ اسمعوا، سيقول المذيع: أيها المستمعون الكرام، حين تعلن ساعة المحطة تمام الثالثة، نقدم لكم أغنية دقت ساعتنا، وهي من كلمات فاطمة وألحان الفنان هشام، ويغنيها لكم مطربكم المحبوب ملسون. والآن إلى دقات ساعة المحطة. دين دين دين. دقت ساعتنا. دين دين دين. هيا نتغنى. دين دين دين. قطتنا معنا. دين دين دين. ترقص تتثنى. دين دين دين. دقت ساعتنا. دين دين دين. هيا نتغنى. دين دين دين. قطتنا معنا. دين دين دين. ترقص تتثنى. دين دين دين. دقت ساعتنا. دين دين دين. هيا نتغنى.